الكلام ده بيسهل حركه التداول. طب ايه الجديد بقى كمان النهارده غير كده؟ يعني شوف حضرتك، انا كنت رايح بقول لحضرتك بحلم ان انا يعني اطور من السفاجه واخد كيلو، لا ده سياده الرئيس قال طب الله. طب احنا بنستورد كل خامات الالومنيوم عشان نوديها نجع حمادي ونصنعها، سواء يخش منها جزء الى الاستهلاك المحلي في مصر او يرجع يعاد تصديرها تاني من سفاجه. قلت له ايوه يا فندم. فكان توجيهه واضح وصريح ليا ولدوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان احنا ندرس فورا انشاء مجمع للالومنيوم في منطقه سفاجه. يبقى انا بدل طبعا ده مش هنلغي مجمع الومنيوم نجع حمادي، عشان بس الناس تبقى واخده بالها، مش هنلغي نجع حمادي اللي عندكم قريب من بلدكم شويه، هنسيبه طبعا. ولكن خدنا تكليف ان احنا ندرس ننشئ مجمع للالومنيوم اخر في منطقه سفاجه عشان النقل. يجي الخامات من الخارج تخش سفاجه تتصنع، يرجع منها جزء يخش السوق المحلي والباقي يصنع يعاد تصديره من ميناء سفاجه في اتجاه كل دول العالم. ده لن يؤثر زي ما سيادتك قلت على مصنع الومنيوم نجع حمادي ابدا. هنعمل اضافه للبلد ولكن بدون التاثير على الناس اللي شغاله وكده. بالظبط كده. معلش انا طولت على حياتك شويه، بس انا عايز يعني فلوس قد ايه التصديق النهارده، التصديقات الكبيره دي فلوس قد ايه؟ لا ما كتير يا استاذ احمد بلاش عشان ما يعني ما تتخضش يعني. يعني لا لا عايز اتخض يعني. كام؟ انا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا عملنا عملنا يعني قاعده صغيره كده وترتيب، كنت انا والدكتور هاله السعيد وزيره التخطيط والسيد وزير الماليه مع دوله رئيس الوزراء. احنا مستهدفين نعمل مشروعات للسكه الحديد والمترو، بس في نتيجه القاعده اللي موجوده دي ب 130، خلي بالك حضرتك 130 مليار جنيه. طب النقل البحري لا يقل عن بزائد طبعا ميناء السخنه عن 80 مليار جنيه. ميناء السخنه ل 21 مليار جنيه عشان حضرتك 12 كيلو وطرق وسكه حديد 20 مليار جنيه. يعني 80 مليار جنيه و 130 مليار جنيه 210 مليار جنيه تصديقات مشروعات لصالح المترو والسكه الحديد والنقل البحري النهارده بس. هي دي مصر يا استاذ احمد. صح. هي دي مصر اللي عايزه تقفز وعايزه تتطور وعايزه تجري وعايزه مش بقى نستنى 2030 لا ده احنا 2024 ده كمان اترفضت النهارده، ده احنا عايزين 2023 وان شاء الله باذن الله ربنا. الدوله بالكامل من الموازنه العامه للدوله باخد كام منها تقريبا؟ دي تقريبا من الموازنه العامه للدوله. انا مش ما جاش لحضرتك بقى ال 30 مليار اللي انا واخدهم من الدوله للطرق. انا الكلام ده خلاص ده يعني دي هيئه خدميه والدوله بتديها من الموازنه بتاعتها، ولكن دي هيئات اقتصاديه ومفروض تدخل دخل للدوله. فانا باخد من الدوله وباخد قروض من البنوك المصريه ولا توجيه. الاهم من كده مين اللي هيسدد؟ احنا هنسدد بقى ازاي؟ ده موضوع مهم جدا. احنا الوقت انتهى عصر ان انا اجيب شركه تبني لي وتاخد حق امتياز 30 سنه و35 سنه وتاخد زي ما تاخد، مش هنقول كلمه ثانيه، وتاخد زي ما تاخد. وانا اخد اللي يتبقى لو اتبقى. لا احنا دلوقتي ما بنعملش كده. احنا دلوقتي وده توجيه حازم من سياده الرئيس ان احنا بنجيب شركات عالميه تشاركنا في الاداره والتشغيل. انا بنشئ بشركاتي وفلوسي واستشارييني، ثم احنا بنشكل دلوقتي شركات، شكلنا شركه كبيره من مساهم فيها اكبر ثلاث تجمعات اقتصاديه في مصر، هيئه ميناء اسكندريه وهيئه قناه السويس والشركه القابضه للنقل البحري والبري. دي عملت شركه اسمها شركه المحطات المصريه متعدده الاغراض. الشركه دي بتشارك النهارده سي ام اي على محطات اسكندريه، بتشارك شركات تانية. انا بس اعلنت سي ام اي عشان احنا فعلا اعلناها وتعاقدنا معاها، مش هقول الشركات الاخرى، شركات عالميه كبيره جدا. تاني خط ملاحي في العالم وتالت خط ملاحي في العالم بنجيب